مشاهدينا لفقرة الطبخ. اليوم الشيف غادة تلي معانا رح تعمل لنا لحم عجل على الطريقة الصينية كريسبي بيف. كريسبي بيف. ورح تعمل لنا كوكيز ام ان امز. فيعني اليوم اكلتنا طيبة ان شاء الله. ان شاء الله. نحكي المقادير. يلا. يلا. اول شيء الكريسبي نحكي. الكريسبي بيف. واحد كيلو لحم فيليه. واحد كوب نشا. زيت للقلي. 4 ملاعق كبيرة زيت. بصلة. معلقة كبيرة صويا صوص. معلقة كبيرة زنجبيل. جينجر. 2 فص ثوم. نص كوب صلصة بندورة. نص كوب كاتشب. نص كوب خل أبيض. ربع كوب سكر. معلقة صغيرة نشا مع نص كوب ماء. ملح وفلفل. هلأ البصل بصل أخضر. هو ممكن بصل عادي بس هي بالبصل الأخضر أحلى. عشان نحط مع الأخضر كمان. فأحلى مع البصل الأخضر. بس اللي مش لاقي بصل أخضر يحط بصل عادي. هنعمل إيه؟ الفيليه بنقطعه كده زي شرائح زي الستروجانوف والصيني. أوكي. ودلوقتي هناخد اللحمة زي ما هي نغطيها بالنشا. أوكي. نشا من غير أي حاجة. أوكي. هذا نشا. نشا. كمان اتصال معنا. هلو. 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 صباح الخير. صباح النور. كيفك ديالة؟ أهلين. رغد معك. أهلا يا رغد. كيفك شيف غادة؟ ازيك يا رغد؟ الحمد لله. زيك انتي؟ تمام. انتي ايه اخبارك؟ والله الحمد لله ان شاء الله دايما. انتم كتير حلو بجنن وانتو التنتين كتير حلوين مع بعض. ربنا يخليك. شكرا. ده من ذوقك. تسلم يا غادة. هتشاركي في المسابقة؟ لو سمحت. يلا قولي. 6 ايام. اوكي ماشي. يلا بالتوفيق. الستاند على فكرة دمه خفيف لذيذ. ستاند ايش هذا؟ ستاند كيك وحروفه كده فيها زي مكان تحطي فيه شمع عشان تبقى كيكة رومانسية. فبيبقى شكله حلو قوي في المناسبات والحاجات دي تقدم. طيب دلوقتي لازم نقلي اللحمة. بس طبعا لازم نتأكد ان اتغطت كويس بالنشا. اوكي ناخد تليفون. يلا. هلو. صباح الخير. صباح النور. كيفكم؟ اهلين. شو اخباركم؟ تمام الحمد لله. انا يعني كثير بنبسط لما بتكونوا سوا، يعني دائما بحكي معكم انا وبحب اشارك دائما لما بتكونوا سوا لحتى اصب عليكم واشوف الوجوه الحلوه. الله يخليك يا اميره. ده من ذوقك. بدك تشاركي بالمسابقه؟ والله انا غلط. يلا. بس حالفت الحظ دائما بشارك بدون. ان شاء الله يا ستي الحظ معك اليوم. ان شاء الله. ثلاث ايام. يا اميره. 3-3 ولا 3-2؟ يا اميره الاسبوع دنيا يا دنيا. كم مره بتطلع بالاسبوع؟ دنيا يا دنيا. عم فكر شيف غادة كم مره بتظهر. وطلعتني مره زياده برضه. لا مرات بتطلع زياده. صح مظبوط. والله انك متابعه كويسه. يا رب تكسبي. لا دنيا دنيا انا ما بفوت ولا يوم يعني. هو ما بطلع بس الجمعه ما بطلع. والله هو ما يتفوتش بيني وبينك. حلو البرنامج. 4 ساعات يعني وانا بتابعه بتفرغ تماما يعني. يلا كويس ان شاء الله تكسبي. يعني كل المواضيع مهمه ويعني كاملة متكاملة يعني. الحمد لله. طب الحمد لله اللي بيعجبك. أكيد أكيد طبعا. لو ما بيعجبني ما بتابعك وإنتو بحكي معكو هلا. يا رب نورتينا بمكلمتك. الله يسعدك. طبعا هو 6 أيام دنيا يا دنيا. وبدي أغلبك شيف غادة. إذا بتعرفي طريقة عمل شراب الورد. ماشي حاضر. لسه كنا بنتكلم فيه. شراب الورد ده كنا بنتكلم على الورد المجفف انه بيستعمل مع الرز ساعات. فكلمنا برضو انه هو بيتعمل منه شراب الورد لسه من يومين. فان شاء الله نعمله ليه لا. بس هلا بامكانك تعطيني اذا بتعرفيه او انه لا انا لازم اتاكد قبل ما اديكي اي معلومه. طيب فخليني اعرفه واتاكد من المقادير اللي عندي واقولها لك. ماشي بتواصل معك على الفيسبوك. خلاص اوكي. ماشي شكرا كثير. نورتينا بتليفونك الحلو. غليت الزيت. خلاص هنحط دلوقتي الزيت. قطعنا البصل. والزيت خلاص غلي. ام عبد الله شيف غادة اسراء.
ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك ستي ديالي؟ هلا عيني، كيفك انت؟ الله يسلمك الحمد لله. شلونك ست غاده؟ ازيك يا اسراء؟ الحمد لله حبيبتي. ايه اخبارك؟ الحمد لله بخير. كله تمام؟ كله تمام. ست غاده، اريد اسال السؤال قبل ما اجاوبك على السؤال. يلا اموري. تسلمين. حبيت اسالك، هذه الطريقه نفسها اللي بالكتاب الجمبري على الطريقه الصينيه بس انت غيرتيها لحم؟ لا، دي طريقه اللحم على الطريقه الصينيه اللي هو الكريسبي بيف. غيرها يعني تختلف. اسمعي، والطريقه دي لازم تجربيها لانها يعني كل اللي ذقوها عجبوه، يعني كتير حبوها. احلى من اي مطعم بتاكليها فيه. يلا ان شاء الله قريبا جدا راح اسويها. انا اليوم بدي اشتغل بالقدره، راح اسوي القدره على ما مثل ما نصحتيني. قدره؟ والله. اليوم ان شاء الله الغداء. يلا يلا وصوريها وقولي لنا الاخبار. ان شاء الله ان شاء الله. تسلمين. طيب يلا الجواب هو 6 أيام بالاسبوع. اوكي يلا ان شاء الله تكسبي. شكرا، باي. مع السلامه. مع السلامه. قديش بتخليهم على النار ليصيروا كريسبي؟ بصي دي بيصيروا كريسبي وبعدين بنشيلهم ونبتدي نعمل الصوص. يلا ناخد كمان اتصال. زينة. الو. الو، كيفك زينة؟ منيحة، كيفك انت؟ الحمد لله تمام. شو عم تعملي؟ عم بطلع عليكم. لا عليكي محلاكي. فهماني فهماني انت. بدك تشاركي بالمسابقة؟ طبعا اكيد. 6 أيام يعني دائما بنتابعكم من الساعه 8:30 للساعه 12:30 بالخلص. احسنتي يا زينه. ها وهي اسمك نزل على السحب. اوكي تسلمي. هلا ستي، باي باي. السؤال يا ست شيف غاده. ايوه يا ست مذيعة ديالا. يلا. اللي هو دنيا دنيا كم مره بطلع بالاسبوع؟ بالضبط كم مره؟ 8. هاي كسبتي كسبتي. رد مميز ومختلف. وهنبشر شوية جنزبيل طازة. طبعا كتير بيفرق الطازة. الباودر بس يعني أنا بنصح بيه في الحلويات، بس في الطبيخ دايما الطازة أحسن. معنا أم راشد. أم راشد يعطيك العافية ديالا. الله يعافيكي. كيفك شو أخبارك؟ تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ الله يسعدك الحمد لله. كيفك شف ازيك يا ام راشد؟ انا شيف غاده. شو اخبارك؟ تمام، انت ايه اخبارك؟ والله الحمد لله تمام، ما شاء الله على هالصلاة ما شاء الله. ربنا يخليكي. الله يسعدك. بدي اشارك. يلا تفضلي. 6 أيام. اوكي. طبعا احنا متابعين دائما يعني هاي البرنامج ما بنفوتوش نهائيا. كويس والله الحمد لله، احنا كتير بننبسط لما بنحب بنشوف المتابعه من المشاهدين. ما شاء الله عليك. وإن شاء الله دايما عند حسن ظنكم. لا ما شاء الله عليكم. الله يخليك. ما شاء الله يعني عن جد عن جد روعة. انت اللي روعة. الله يسعدك. روح يا شيخ، انت اللي روعة. ها في غادة. في غادة كمان. والله كيفك يا غادة؟ بدك تحكي مع الشيف غادة؟ تفضل. بدي احكي. ازيك؟ الحمد لله تمام. كيفك؟ ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. وإن شاء الله دايما. والله منوعين الشاشة كلها أنت والأخت اللي جنبك ديالة. ديالة يا أخي ربنا يخليكي، ده من ذوقك. تسلمي حبيبتي. هتشاركي معانا؟ 6 أيام إن شاء الله المسابقة. خلاص نكتب اسمك إن شاء الله وتكوني من الرابحين. وشكرا لك حبيبتي، باي. ربنا يخليكي، مع السلامة. خلاص بدي اعمل شيف غاده. بنت الله ايه يا مذيعة ديالا، بدنا نحكي انه شو عملتي من اول، لانه شوي صار التليفونات لخبط يمكن المشاهدين. أوكي. اللي عم بتابعوها. حطينا اللحمه الفيليه مقطعه، حطيناها بالنشا. بالنشا طبلناها ملح وفلفل وحطيناها في النشا وقليناها. اول قليه ده الطبق ده بتتقلي مرتين اللحمه. اوكي اوكي، اول مره دلوقتي وتاني مره قبل ما تتحط على طول على الصوص. حطينا برشنا الزنجبيل. قطعنا بصل الاخضر والثوم. تاكل مع رز طبعا. بس بتكون ناشفه ولا فيها صلصه؟ لا فيها، فيها صوص. دلوقتي هنبتدي نعمل الصوص.
ايش بدك؟ انا بجيب لك. لا بديش اي حاجه. هناخد ايه؟ هنعمل الصوص نعملها في ايه؟ ممكن نعملها هنا. اوكي خلاص. اوكي حسبي بس عليه. ما استواش الرز. مش مهم. مش مهم؟ ما هنعمل ايه؟ عايزين النار. نجاح؟ الو. الو. مرحبا. مرحب. نشكركم على هالبرنامج ستي ديالا. شكرا لك. كيفك يا ست غادة؟ ازيك؟ ايه اخبارك؟ منيحة. يسلموا ايديك على اكلاتي الحلوة. يا رب يخليكي، ده من ذوقك. الله يسعدك. في مجال نطلب منكم طلب تعملون المخللات، طريقة المخللات. الايه؟ مخللات؟ مخللات. ممكن نعمل حلقه كلها مخللات وحلقه مربات، لان في ناس كتير بيطلبوا سلطات. أوكي. فممكن نعمل حلقه خاصه بالمخللات. يا ريت. الله يسعدك. شكرا. في مخللات كتير، في بيخللوا مخلل، في حاجات كتير بتتخلل بتبقى لذيذه وغريبه. خلص ان شاء الله بنعملها حلقه هاي. ان شاء الله. ليه لا؟ نجاوب على السؤال. تفضلي. ست مرات. ست مرات يا نجاح. اوكي توفيق يا نجاح. بالنجاح يا نجاح. خلاص حطينا الزيت، وبعدين نحط البصل الاخضر والثوم المقطع. وشوية سكر. اوكي. ملح. طبعا ملح وفلفل. طبعا اللي عايز يحط حراق بيقدر، فلفل حراق يحط. خلاص مش هنخليها كتير على النار علشان خاطر البصل ما يدوبش. هنا حاطين معلقة نشا وشوية مية. في معنا تليفون ابو علاء من عمان. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي ديالا مرحبا. اهلين يا هلا. كيفك؟ الحمد لله. نشكركم على الاشياء الحلوه اللي بتقدموها. هذا كله من لطفك وذوقك. ممكن نحكي مع الشيف غاده؟ معك الشيف غاده. مرحبا يا شيف غاده. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ والله انا مشتاق. يسلموا ايديكي على الاشياء الجميله اللي بتعمليها. الله يخليك، ده من ذوقك. شكرا. والله انا دائما بتابعكم باستمرار. ده شرف لينا، ربنا يخليك. شكرا. الله يسلم ايديكي، ويعني اشيائك حلوه وكذا، يعني بنطبق معظم الاشياء. تسلم تسلم يا رب. شكرا، وان شاء الله دائما تعجبك الحاجه. الله يبارك فيكي. مره طلب منك اكله الحمام الزغليل والعكاوي. والعكاوي هيك متذكره. انا مش ناسي خالص. والحمام انا يعني انت عارف انا هجيب مخصوص حمام من مصر عشان نعمله يبقى مظبوط. اشكرك اشكرك. الله يخليك يا رب. شكرا. اهلا. ممكن نشارك بالمسابقه لو سمحتي؟ طبعا اتفضل. 6 أيام في الاسبوع طبعا. اوكي شكرا، وان شاء الله تكسب معانا. ونشكركم ونشكر القائمين على البرنامج، ونشكر المخرج، ونشكر الاخت ديالا والاخت رندا والجميع. الله يخليك. شكرا. شكرا لكم. مع السلامه. حطينا نص سكر ابيض ونص سكر بني. اوكي. والزبده. واحد اسرع شيء. خلاص احنا مش عايزين احمل واحد. احمل شيء. لا واحد علشان احمل شيء حاجه، فخليها على 2. كويس. 3. اوكي يلا. وهنحط الزبده. اوكي. احنا هنا طبعا عاملين بس نص عيار. فيعني هو مفروض 2 باكو. باكيت كبير. ايوه اللي هو 200 جرام. شو رايك نسحب الجائزه؟ يلا يلا اسحبي انت. ولا لا خلينا في كمان تليفون. التليفون استني شويه في الاخر. مش احسن؟ مش احسن بس لو بس. هلو. هلو. حطي لهم اشي. بيضة. بيضة. بيضة.
المفروض تنتين بس انت عشان برافو. وبدل في بيضة يبقى لازم في ايه؟ فانيلا. فانيلا. في معنا سهام من عمان. سهام السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي اجاوب على السؤال. تفضلي. هو بنزاد 6 أيام في الأسبوع ويعاد 6 أيام في الأسبوع. شكرا لك يا سهام. يا سلام ممتاز. يلا إن شاء الله تكسبي. يلا حطينا البيضة والفانيلا. منى. ألو. أيوة. أهلا يا منى. كيفك ديالة؟ أهلا أهلا. صباح الخير. صباح النور. كيف حال الشيف غادة؟ شو تمام؟ أهلا وسهلا إزيك؟ تمام. أنا من متابعين قوي ليكي. يا رب يخليكي يا رب، دي حاجة بتبسطني جدا. يا رب الله يخليك. ممكن أشاركي بسرعة؟ طبعا يا ريت. 6 أيام في الأسبوع. أوكي يلا إن شاء الله تكسبي معانا. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. ده البيكنج صودا والدقيق. هو كده الكوكيز خلص. الوصفة دي يعني مش ممكن ما تمشيش مع حد، بس هي الفكرة ما تحطيهاش على النار كتير، يعني 12 دقيقة وكفاية. أكتر من كده يعني هو عيار إن الكوكيز يستوي، مش إنك تشوفيه من فوق استوى، مهم من تحت يكون استوى. لو استنيتيه لما يستوي من فوق ويحمر، أول ما يبرد هيبقى زي الطوبة. حطينا سكر أبيض مع سكر بني مع بيضة فانيلا، وهلا والزبدة والدقيق مع البيكنج صودا وخلص كده. خلاص هلا بتصير تحطيه بالصينية. وانت بتحطي الامنامز؟ هقول لك دلوقتي. هو كده خلص. اوكي اوكي. هناخد الشوكليت شيب. انت خد الشوكليت شيب وانا هاخد رزان. طيب رزان خير. اهلا. كيفكم؟ كيفك انت؟ تمام الحمد لله. شو هالاكلات الحلوه هاي؟ يا ريتك معنا وتشم الروايح. خلص المره الجايه جاي عندكم. معناتها اهلا وسهلا. بتشرفي نورينا. والله انتوا اللي منورين الشاشه دائما. يا رب ايام لازم بدك تشاركي بالمسابقه. انتوا منورين 6 أيام. 6 أيام نحن منورين يا ويلي. رح نصير 7. طيب وبدي اتمنى كمان، بس ممكن احكي مع الشيف؟ هي الشيف غاده معك. رزان انت مع رؤية على الفيسبوك؟ لا والله للأسف. طب ادخلي ضمي رؤية على الفيسبوك عشان نحكي معاكي. خلص ولا يهمك. ازيك ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام ان شاء الله. شوف غادة بدي اسألك سؤالين. اموري. اول شيء انه ضروري السكر البني؟ بصي هو يعني هتبقى اظبط لو حطيتيه، بس لو ما حطيتيهوش برضه هتبقى كوكيز برضه هيبقى حلو، فمش شرط. مش لازم. لا ما تعقديش الدنيا خالص يعني. يعني هو بيعطي تيست غير ال يعني بس بيدي يعني اختلاف بسيط، يعني في اختلاف بسيط. بس لو ما عندكيش السكر البني مش عايزه تحطيه ما تحطيهوش، حطي عواضيه بالابيض. ونفس الكميه. نفس الكميه. يسلموا. شكرا كثير. اهلا وسهلا حبيبتي. شوف غدا، لضيق الوقت نتاسف من مشاهدينا انه في كثير اتصالات، بس معلش في مسابقات كل اسبوع في مسابقه. فرزان كانت اخر اتصال. يلا اسحبي اسحبي انت. كل مره انا علشان لا مرة اقلب انت. انا عشان ما حدش يدعي علي. ليه بس؟ نجاح. نجحتي يا نجاح، مبروك. ومبروك عليك الستاند بتاع الكب كيك، ان شاء الله يعجبك. نجاح بتتصلي هلا معنا عشان يقولوا لك بالكنترول روم من وين تيجي تستلمي جائزتك. والف مبروك، حظك حلو اليوم معنا يا نجاح. خلاص شوفي انا بعد ما بعمله يا اما بتنزليه بمعلقه في الصينيه اوكي، او بتحطيه بتسيبيه في الثلاجه شويه وتنزليه بتاعه الايس كريم مثلا لو عايزاه كله يبقى مقاس واحد اوكي. انا بحب اعمل ايه بعد ما بحطه؟ لازم تسيبي فراغ بين الواحده والتانية عشان ايه؟ عشان بيكبر بيفرش. شوف غاده، هذا قلنا ستاند كيك مع شمع، يعني بتحطي الكعكه عليها وحواليها شمع. حلوه والله. جيبي لي واحده رومانسيه. جيبي لي واحده. المره الجايه السؤال ليكي ونشوف هتعرفي تردي ولا لا. لو عرفتي تردي هتكسبي. بصي بعد ما بنعمل كده انا بحب اخلي الامنمز على الوش. شايفه؟ يعني بحب احطه كده هنا
عشان لما يسيح ما يبقاش كله جوه، انا مش هستفيد بيه حاجه وهو جوه. انا اوريدي عندي شوكليت شيبس جوه طعمها حلو. اوكي اوكي انت معايا يا ديالا؟ أنا... يا ديالا انت روحتي للكريسبي بيف وسبتيني. لا لا انا بس عم ب كده. بتحط في الفرن على درجه حراره 180 بالظبط 12 دقيقه. اوكي. في اتصالات كثير عم بتطالب بالريسيبي تبع الكوكيز، صراحة احكيها على السريع. طيب 200 جرام زبده، يعني باكيت زبده كبير، نص كوب سكر ابيض، نص كوب سكر بني، بيضتين، معلقه فانيلا، 2 كاستين وربع طحين، معلقه صغيره كربونات الصوديوم، 1.5 كوب شوكليت شيب، 1.5 كوب انامانز، ومعلقه كبيره كاكاو للكوكيز. خلاص زي ما قلنا لازم تسيبي فراغ بين الواحده والثانيه علشان بيفرش في الفرن علشان ما يدخلوش على بعض. اوكي. وده بيبقى شكله لما بيطلع من الفرن، درجه حراره 180 12 دقيقه بس. بس بس ما تستنيش لما يحمر من فوق 12 دقيقة. ممكن يتقدم كده، ممكن يتحط في علبة وتديه لحد هدية، ممكن تحطيه في كيس وتربطيه بفيونكة مع كارت صغير. في أفكار كتير للتقديم. يسلموا ايديكي. تسلمي. نفسك هيك على الأكل. تسلمي وأنت خفة دمك هيك. مشاهدينا إن شاء الله صحتين وعافية على قلبكم. هيك وكون وصلنا لنهاية الحلقة. نشوفكم ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله. شردقتيني. سلامتك. و ما هو انت لو تبطلي اكل وتنهي بتاع البرنامج مين؟ مش حتتشردقي. لا ما بخاف بالماء. هي بيفضل انه يفضل انها تنحط بالووكس هذا مش هيك؟ اه بتفضل بالووك. سو هو الاكل الصيني عامه دايما بيفضل في الووك بتاعته في مع وقت التقديم. طب شيف غادة انهي الحلقه. انهي الحلقة. أقول إيه؟ وديكي جاهزة. أقول اتشردقت أنا كمان؟ لا. شكرا لمتابعتكم. ونشوفكم. ونشوفكم إن شاء الله يوم السبت، تشوفوها يوم السبت وتشوفوني أنا يوم الاثنين إن شاء الله. وإن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. وما تنسوا تتابعونا على فيسبوك، تشوفوا الشيف غادة facebook.com/رؤية TV، وطبعا دنيا _ يا دنيا @رؤية.TV. وإن شاء الله أتمنى لكم ويك إند سعيد. وإلى اللقاء.